نور نهاية تموز يوليو الماضي في حديقة للحيوانات في الصين، وهو حدث نادر جدا ينظر إليه كمعجزة، خصوصا بسبب الصعوبة الكبيرة لتزاوج هذه الحيوانات في الأسر. وولدت هذه التوائم الثلاثة في صباح 29 من تموز يوليو في حديقة سافاري بارك تشيميلونغ في غوانغجو في جنوب الصين. وأم هذه التوائم المسمات جوشياو، الذي يعني اسمها حرفيا ابتسامة الأقحوان، مصدرها من المركز الصيني للحماية والبحوث للباندا العملاقة في والونغ بمقاطعة سيشوان. ويظهر تسجيل مصور بثه المعالجون البيطريون جوشياو جالسة في زاوية إحدى الغرف تضع توائمها بعد 4 ساعات طويلة من المخاض، ثم تقوم بعلقها، وبسبب الإنهاك الكبير تركض الأم على الجانب عاجزة عن الاهتمام بصغارها. وبعد وضعها بداية في الحاضنة تم تسليم التوائم الثلاثة إلى أمها للإرضاع، ولم يتم تحديد جنس الحيوانات الثلاثة التي سيتم تسميتها على ضوء هذا الموضوع في وقت لاحق. وقد تم الحمل بهذه التوائم الثلاثة طبيعيا، وهي ثمرة تزاوج جوشياو البالغة 12 عاما مع لين لين البالغ 18 عاما، وهو أيضا من الحيوانات الموجودة في حديقة كانتون. وتعيش حيوانات الباندا في المحيط الطبيعي، خصوصا في جبال جنوب غربي الصين، حيث تم إحصاء حوالي 1600 حيوان من هذه الفصيلة في الطبيعة. وبحسب الصندوق العالمي للطبيعة الذي يتخذ من هذا الحيوان شعارا له، تواجه حيوانات الباندا العملاقة خطر الانقراض بسبب تقليص المساحات. Ah!
Thank you.